السلام اخوش، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى كلشي يكون بخير. اليوم فيديو جديد في قناتكم جاد برونوستيك. اليوم نشارك معكم 14 ماتش مباريات لليوم الاحد وبافضل التوقعات. نبداو باول مقابله. عندنا اول مقابله بودي جيمز مع اليساند. من خلال الاحصاء والاداء اللي كيقدموا هاد الفريقين، احسن توقع لهاد المقابله هادي اللي هو اس فينال او مجموع الاهداف فوق 3 بلس. المقابله الثانيه من الدور النرويجي، عندنا هامكا مع سارسبورغ. من خلال الاداء والاحصاء اللي كيقدموا هاد الفريقين وايضا حتى مستوى الترتيب، احسن توقع لهاد المقابله هادي اللي هو بليس مجموع الاهداف او بي اي ماركو بجوج. عندنا المقابلة من الدوري النرويجي، عندنا مولد مع جير. من خلال الإحصاء والأداء اللي كيخدمو هاد الفريقين وأيضا حتى مستوى الترتيب، أحسن توقع لهاد المقابلة اللي هو بليس مجموع الأهداف أو الفريق الأول مولد ماركي 3 الأهداف. مقابله بين الصفاقسي ومونستري الدوري التونسي. من خلال الاحصاء والاداء اللي كيقدموا هاد الفريقين، احسن توقع لهاد المقابله هادي اللي هو دوس فينال او موا ماتش كامل ما يفوتوش جوج اهداف. المقابله بين الترجي التونسي وابن قردان، من خلال الاحصاء والاداء اللي خدموا الفريقين وايضا حتى مستوى الترتيب، احسن توقع لهذه المقابله هذه اللي هو اس فينال الترجي التونسي تربح. Thank you.
تنجح مع مولودية وجدة من خلال الأداء والإحساء اللي قدموا الفريقين، من خلال أيضا حتى مستوى الترشيب. أحسن توقع لهذا الموقع بلدي اللي هو أسفينال فتحت ربح. مقابلة بين رابيد واتسام وبركان من خلال الإحصاء والأداء اللي خدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب اللي بينهما. أحسن توقع لهاد المقابلة هادي هو اللي دوز فينال. مقابلة بين فيلينغرا وأود الدوري النرويجي من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا هاد الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترشيب بينهما. أحسن توقع لهاد المقابلة هادي اللي هو بليس مجموع الأداء فوق 3. مقابلة بين الأهلي وبيراميدز كأس مصر من خلال الإحصاء والأداء اللي كيقدموا هاد الفريقين، أيضا حتى مستوى الترشيب. أحسن توقع لهاد المقابلة هادي اللي هو أسفينال الأهلي يربح. المقابلة بين شباب محمدية وليفار من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب. أحسن توقع لهاد المقابلة هادي هو بي إي ماركي بجوج. المقابلة بين مغرب الفاسي وخريبكا من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، أيضا حتى مستوى الترشيب. أحسن توقع لهذه المقابلة اللي هو إكس ماتش كامل. هنا كيسالي الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد في المباريات المقبلة، وبالتوفيق للجميع. وما تنسوش لي لايك وبالتوفيق.